تونس وفضيحة هزيمة منتخب تونس أمام كوريا الجنوبية برباعية نظيفة. تشكيل جلال القدري تشكيل كارثي، يعني إيه ألعب ورا بمنتصر الطلبي وياسين مرياح وأحط جنبهم من الناحية التانية علي العبدي وعلي معلول، ومن الناحية التانية كشريدة. علي العبدي وعلي معلول الاتنين بيقوموا بنفس الدور. في نص الملعب بتحط إلياس السخيري وبتحط عيسى العيدوني. وبتلعب قدام بقى بيوسف مسكني راس حربة، مش مركزه ولا مكانه. لما تحط يوسف مسكني راس حربة مين اللي هيصنع لك اللعب تحت المهاجمين؟ الياس العاشوري لعيب كويس، بس عندك في دكة الاحتياط محمد علي بن رمضان ونعيم السليتي. تشكيل كارثي بدأ بيه جلال القدري ويتحمل هو بنسبة 100% هزيمة نسور قرطاج اليوم أمام كوريا الجنوبية. طموح الجمهور التونسي كبير جدا في اللعيبة المميزة اللي موجودة في صفوف منتخب